أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 55 شخصا بذريعة صلتهم بالإرهاب، وذكرت تقارير محلية أن الشرطة اعتقلت 36 منهم، ولا تزال عملية البحث جارية عن المطلوبين المتبقين. كما أشارت إلى أن مذكرات الاعتقال طالت 35 جنديا في الخدمة الفعلية. ويشن نظام أردوغان منذ محاولة التمرد حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه، حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية بالبلاد.